السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأخت ماريا ملي كتبغي توضى قالت لك واش دخلي يديها في الشطيلة عاد توضى ولا تغسلي يديها أولا؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال فقال خصوصا إذا كان الإنسان في نومه، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. دابا أنت الآن نائم في فراشك واستيقظت وأردت أن تغسل يديك في واحد الدلو ولا واحد السطيلة، قال لك قبل ما تغسل يدك في السطيلة اغسل يديك ثلاثا، لا تدري أين باتت يدك. أما من كان يقظا ربما قد يمسك شيئا فيه أوساخ أو فيه جراثيم أو فيه نجاسات، فعليك قبل أن تدخل يدك الإناء أن تغسلهما أولا، فالغسل واجب أولا عاد تدخل يديك إلى الإناء. هذا أمر معروف بإذن الله، اللهم تعالى يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.